يجيبون يعطونا خبزة بزوج في 24 ساعة يعطينا بدون ما 20 لتر، احنا بواحد 35 لتر. هاي حكمنا قلت لك هاد 10 ايام ولا 12، وبعد بداو يبحثوا فينا، بدا يدور التريسيتي، هذاك راه يدور وهذاك راه هز بدون بدون تاع واحد 10 لتر تاع عنده قصبه يكب الماء، والاخر ثاني الحبل هذاك ويضرب في الانسان، يشوف يدور يدور حتى تصل الانسان الروح لهنا، هي تبدا تخرج هو يحبس خاطر راه وجه الانسان. بداوني من 9 ل 12، كي جا توقف القتال نهار 19 مارس، جيت انا روحت لهنايا راس الواد، ما صدقتش انا. هادو الناس اللي الصغار اللي ما شافوش الاستعمار راهم ما صدقوش، يعني دوك حنا ماذا بينا يحتفظوا بهذا، ما يخليهم ما يفرطوش البلاد هذه، والله يقولوا ما عندنا حاجه، والله لازم كل انسان يقوم بالشيء اللي يقدر عليه، كل هذا في المكان تاعو اللي يقدر يقوم به يقوم به. هذا ونتمنى ان شاء الله الهنا وازدهار لبلادنا. حبينا اليوم نكرموك نقول لكم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله، حنا نكملوا الامانه اللي خليتوها لنا نحافظوا عليها ونصونوها. ومشكورين كي زرتونا، والله ان شاء الله يوفقكم في اعمالكم ان شاء الله. ورانا انا فرحان بكم كي جيتوا زرتوني هكذا.